المهمة القيادية 17 أيها الأحبة الكرام، يجب أن تخالط القادة، يجب أن تجلس مع القادة، يجب أن تكون في بيئة النجاح مع المتميزين مع النجوم، وأيضا تعتمد لنفسك مقاييس عالية في النجاح. دائما ضع أهداف كبيرة، ضعوا أهداف كبيرة يا أخواني أمامكم، لا تصغروا أحلامكم وتصغروا أهدافكم مع دي إكس إن. بفضل الله سبحانه وتعالى منا من نجح نجاحا باهرا، ومنا من حقق دخلا عاليا، ومنا من ارتقى منصات التدريب العالمية. لذلك كبر حلمك وكبر هدفك، واجعل عندك مقياس كبير وقيس أدائك. اجعل مؤشرات بيسموها في علم الإدارة الكي بي آي، كي بيرفورمانس انديكيتور، اللي هي مؤشرات أداء. لذلك أنت وفريقك ضع لهم أهداف عالية، ضع لهم يعني أحلام كبيرة، وبالتالي بإذن الله تعالى تصل أنت وهم إلى يعني مراقي الفلاح. أذكر سبحان الله في هذا الآن يعني جاء في فكري، أحد سأله يعني أب سأل أحد أبنائه، وهذا كان رجل صالح وكان رجل دين يعني أو عالم، لنقول ما نحب كلمة رجل دين، كان عالما. ف هذا الرجل العالم سأل ابنه أنه أنت يا ابني مين حطيت قدوتك أمامك؟ فقال والله يا والدي حطيتك أنت قدوتي. فقال إذا ستصل إلى مكان متواضع، يا ولدي أنا وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتي فوصلت إلى ما وصلت إليه، فأنت لا تحط قدوتك وهدفك هو فقط، حط مقاييس عالية، خلي هدفك، خلي قدوتك في هذه الصناعة، مثلا إيريك ووري هذا العملاق المعروف، حط مثلا شخص مرموق في دي اكس ان انت بتعتبره مثال ناجح، حطه امامك، تعلم، راقب اداءه وحركته، وبالتالي باذن الله تعالى ستصل الى مكان بعيد وجيد في هذه الصناعة مع هذه الشركة.